مين؟ محمد اتفضل اتفضل. من فضل حضرتك انا عندي سؤال. هو دلوقتي المرض بيكون ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى مثلا لتكفير ذنب او جلب خير او ما يشابه. نعم. طب دلوقتي لما المرض بيجي لطفل صغير لسه مولود وبيحصل في حالات كتير. جميل. ممكن كمان يصل بيه الى حد الوفاه. ده جميل. السؤال الاول. سؤال كويس. السؤال الثاني يا فندم دلوقتي، هل الشاب لما بيبلغ مثلا من السن عمر كبير من غير ما ان هو يكون لسه توفر له المقدره الماديه على الزواج، هل ده برضه ابتلاء ولا لا؟ نعم صحيح. طيب سؤالان جميلان. والسؤال الاولاني كنت انا لسه هساله يا محمد. شكرا. ناخد مين؟ جانا اتفضلي. ايوه كان عندي سؤال. لما الواحد بيصيبه ابتلاء الناس يعني بيبقى فيه رايين، ناس بتقول ان هو ابتلاء حب من ربنا وان كده ربنا بيحب عبده، وفي ناس تانية بتقول ان هو لا، ان هو ده عشان ذنوب الواحد عملها وكده، يبقى هو الواحد علاقته مع ربنا مش كويسة فبيختلط الموضوع على الواحد. يعني تقصدي هو ايه؟ تقصدي ما الواحد يجيله ابتلاء يستقبله ازاي؟ نعم، يحدد نوعيته ازاي؟ طيب حاضر. تمام. واحنا تقريبا اتكلمنا في ده بس مش تحديد نوعيه البلاء. تحدثنا جاوب دول عشان الوقت. طيب نجاوب تقريبا كله عودا على ذي بدء. بس خلينا ناخد سؤال محمد لان انا كنت لسه هساله. سؤال مهم جدا لان في ناس بعتت لي السؤال ده. تمام. ان فعلا الاطفال اللي يعني بتتولد وهي مريضه. نعم. او بعد ما ولسه كنت اقول لك او طفل سنه سنتين وعنده سرطان. كانت في معايا بنت جميله دكتوره عصام. نعم. مش فاكره اسمها طبعا، لو يفكروني هدايا. البنوته عندها مش عارف 13 او لا 7 سنين وجسمها كله تقريبا هي حبيبتي قد كده، ولكنها حافظه للقران، كانت جايه في رمضان صايمه، ولكن عندها مرض ملوش علاج يعني، وحتى لو تعالج بملايين الملايين بره مصر سبحان ولكنها اصيبت بهذا المرض بعد ما اتولدت بشويه، ومع ذلك هي بتحفظ القران وبتصوم وبتصلي ومامتها بتوديها المدرسه. طب هي لسه يعني ده لسه طفله وهي طبعا طفله وسبحان الله صابره. فالاطفال اللي هم ممكن فعلا يكونوا لا حول لا ولا قوه لسه ما عملوش اي ذنوب. اولا هذه المساله نعد كده مع بعض 1 2 3 ونكتفي بهذا ان شاء الله. 1 ربنا سبحانه وتعالى لعله اراد بهذا الطفل او هذه الطفله اراد خيرا لكي لا يطول بها العمر. لانه ربما لو طال بها العمر ربما يسبق عليها القول فتفتتن في دينها فتعمل بعمل أهل النار فتحق عليها كلمة العذاب، فبالتالي مصيرها يبقى إلى النار. فربنا أراد سبحانه وتعالى علم وأراد خيرا. والمسألة دي تمثل لنا مسألة الطفل أو الذي قتله الخضر ومعه نبي الله موسى عليه السلام في سورة الكهف. تماما بالضبط. فذنبه إيه؟ ذنبه أنه لو طال به العمر سيكون طاغيا باغيا، فأراد الله تعالى به خيرا وأراد خيرا بأهله. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى لعله أراد أن يعجل به حتى لا يفتتنه في دنياه، فبالتالي يسبق عليه عمل أهل النار. ثانيا أنا معايا دقيقة فتقدر حضرتك تقولها لي سريعا. سريعا ما بقول لحضرتك سريعا. ثانيا لعل الله عز وجل أراد خيرا بأبويه. نعم. فنزل البلاء في ولديهما لكي يصبر الوالدان ويصبر ويحتسب، فولدهما إن شاء الله يقف لهما عند باب الجنة ليأخذ بأيديهما، لأنه سيكون مع الأبرار إن شاء الله، وبالتالي لن يدخل هذا الطفل الجنة حتى يستأذن ربه أن يدخل معه والديه. فلعل وفاة هذا الولد في هذا السن تكون خيرا لوالديه، وهذه حقيقة. ثم بعد ذلك ودي مسألة مهمة، لعل الله عز وجل أراد أن يكتب لوالديه بيت الحمد في الجنة من خلال صبرهما على هذا الولد. وفي النهاية نقول هذه الحياة التي نحياها هي أيامها قصيرة. الناس فاهمة غلط، الناس فاهمة فلسفة الحياة إن إحنا هنا جينا نأكل ونشرب ونلهو ونتمتع ونعيش حياتنا. آسف، أنت جاي هنا عمرك في هذه الحياة أنفاس معدودات. نعم. وأيامك في هذه الحياة أيام معدودة. والحياة الحقيقية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فما علينا إلا أن نصبر ونحتسب، ثم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا يبارك فيك ويبارك